عودة إلى متابعة فقراتنا، وصار وقت نوصل لفقرة جريدة اليوم. اليوم 28 أيلول اليوم العالمي للوصول للمعلومات، رح نضرب عصفورين بحجر بفقرة الجرايد. كون ضيفنا هو المدير مشاريع الميدانية بالجمعية اللبنانية لتقرير الشفافية لتعزيز الشفافية لفساد. صح. أيمن دندش، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، نورت. فرجينا دغري الورقة اللي بدك تفرجينا إياها هيك على السريع. اليوم نحن حنطلق حملة اسمها المعلومة ما بدها معلوم، بدأ من الأو تي في عم نطلقها. المعلومة ما بدها معلوم بدها قانون. بالضبط، لأن نحن بندفع مصاري لنحصل على المعلومة. علي شوي صورتك. لا لا، خليك عندك الكاميرا. أوكي. المعلومة ما بدها معلوم بدها قانون. نحن بنعرف إنه قانون حق الوصول المعلومات هو مشروع موجود بالمجلس النيابي من العام 2009. نعم. ولحتى اليوم لم يقر. وبنعرف إنه على طول لما راح على التصويت على اللجان العامة ليوصل التصويت مع وصول حكومة تمام سلام وزير الرئيس تمام سلام، رجع للدراسة وحاليا خلصوا منه من اللجان لجنة الإدارة والعدل. عمهلهم بكيروا له تنحصل على معلومة. نحن بنعرف إنه هي المعلومات شيء كتير أساسي بالمجتمع. نحن بنعرف قد إيه وجود المعلومات بسهل لأي شخص موجود بالبلد إن كان عم يشتغل، مش مواطن، لأي شخص موجود بإطار البلد إن كان صحافي باحث بيحصل على المعلومة بيحسهم بشكل اساسي بمكافحه الفساد. ليش مش المواطن له حق يحصل على؟ بلا بحق له المواطن اضافه ولكن هو المشروع القانون هو القانون بيقول بحد ذاته مش بس المواطنين اللبنانيين بحق لهم يحصلوا على المعلومات. اي شخص موجود على الاراضي اللبنانيه بحق له يحصل على المعلومه، ان كان باحث ان كان صحافي ان كان مواطن عادي، هو بشكل عام لا ينحصر ضمن اطار المواطن اللبناني. فحدد شو هي المعلومه اللي أوكي. بيقدر يحصل اي معلومات بحق له يحصل عليها لا تتعلق بالأمن القومي ولا حتى بجلسات سرية للمجلس الوزراء، يعني كل شيء أمني سري لا بيقدر المواطن يحصل عليه، ولكن بشكل عام كل شيء متعلق باللامركزية والمركزية. وخلينا نبلش بشكل كتير صغير بموضوع البلديات. نحن محاضر جلسة اجتماع المجلس البلدي ما بنحصل عليها، مبتنات المجلس البلدي ما بنحصل يعني عليها، لازم تكون منشورة. بالضبط. وسهل الوصول 100%. نحن حتى إذا ما نروح على محل أبعد من هيك، نحن الوزارات احنا بنعرف موازنة الوزارات، كلفة المشاريع، عروض الأسعار، دفاتر الشروط، هيدول كلياتهم غير موجودين، المواطن ما بيقدر يحصل عليهم. نحن بنعرف انه جزء كبير من الصحفيين لما يحصلوا على المعلومة بيكونوا عم يدفعوا مصاري ليحصلوا على هذه المعلومة، فعشان هيك نحن كنا عم نقول انه المعلومة ما بدها قانون، ما بدها معلوم بدها قانون. اوكي. قبل ما نتابع نحن وياك رح نروح لاتصال مع رئيس نقابة مصدري ومستوردي الخضار والفاكهة بلبنان نعيم خليل. صباح الخير. صباح الخير استاذ نعيم. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. شو رايك صباح المشاهدين؟ شكرا. شو رايك باللي طلبوا امبارح وزير الزراعه منكم انه ما تبيعوا تفاحاتكم هلا للتجار؟ لك انا بدي شوي على الموضوع. يسعد صباحكم. نحن كمصدرين بدي الفت نظر، بعرف مع الوزير ونحن مع كل احترامنا له ومحبتنا وجهوده، ونلفت نظر كل المزارعين، هني المصدرين يا استاذ عبدو بلبنان من كل القطاع الزراعي مش بس التفاح، 80 او 90% هني مزارعين اصبحوا مصدرين. نعم. وخاصه جماعه التفاح 97% هني مصدرين مزارعين ومصدرين. نعم. نحن كمصدرين وكنائبه مصدرين فقلنا سنتين من لفت نظر دولي وخاصه من سكر الطريق البري، والسنه بالذات من شهر تفاحة تموز اللي بلش بالبقاع من شهر تسعة من شهر سبعة من شهر سبعة عفوا من شهر سبعة من شهر سبعة بدأنا نطالب إنه في وضع السنة مش مرتاح، وخاصة التفاح اللي مضروب في جبل لبنان أكثريته من الثلج والرطوبة. نعم. كان هذا تعويض للمزارع مشان يجوا يقطفوا المزارع إنتاجه تيكبوا لأنه لن يصلح للتصدير. حكينا من الشاشة الكريمة اللي عندكم انه بيقدر التصريف محلي، اذا كل بيت بلبنان استهلك صندوقين او ثلاثة للعصير، واهم شيء هيدا صحي وممتاز عصير التفاح، مش نعمل دعاية بس هذا الواقع. لا، ليش نعمل له دعاية للتفاح؟ ما هو اسمه تفاح بالنهاية. صحيح، بنقدر نصرف بلبنان نحن من هذا التفاح ما يعادل 3 ملايين صندوق تفاح من صحيا ممتاز. انتو مع طلب الوزير او لا؟ لا، رح اقول لك شغله، نحن وصلنا المحل هون اصبح المزارع بعض المزارعين بيطلع على التلفزيون بيحكوا بلشوا يشبكوا بحق المصدر. مين حامل كان المزارع غير المصدر؟ المصدر شريان التنفس، المزارع هو بيكمل بعضه هو المصدر. ما بدنا نعمل سياسه على يعني كانه المصدر. بدل ما نحل المشكله صار في مشكله جديده بين الطرفين، نعمل عقده ونحل نحكي بحق المصدر. لا،
لبنان كان يصدر 5030 ألف طن سنة 2015 سنة 2014 سنة 15 صدر 3360 ألف طن 3360 ألف طن سنة 2015 لا سك ديني بوجهه وأوضاع دور عيوي موجودة مش كل شغلة زدتها على المصدر. أنا اليوم بتأسف الكلام اللي عم بيصير لازم نكون له وموقع اليوم هلا فقنا اليوم صار نحل قصة التفاح باليومين تفاح على أمه عم يقتل اليوم التفاح ما بقى في يمت المزارع في قصة جناية تطر على الأرض نصه هلا على الأرض موسم كنا مقدرينه 150 ألف طن بالقليلة. شو الخطوات المقبلة؟ وطور كماليتك شو في على الأرض عند كل بلبنان كله من البقاع للشمال العكار جبل لبنان وجنوب وين ما كان. أنا اليوم هالكلام هذا اليوم الحطة على طاعة المصدرين إنه ما تبيعوا للتجار بأرخص شو التجار ما تبيعوا سنتين تجار بيبيعوا أرزاق تيوفهم عليهم خربت بيوتهم مش قادرين يمشوا أزمة على كل الناس. طيب شو الخطوات المقبلة لإلكم أستاذ نعيم؟ إن كان سياسي إن كان نائب إن كان مواطن عادي إن كان مزارع أتمنى هالموضوع هذا المزارع والمصدر واحد بيكملوا بعضهم المصدر شريان التنفس للمزارع اللي بدهم يعملوا شيء اليوم ومعالي الوزير بالذات اللي من يحكي هالكلام يعطيه العافية يطالب للمصدر مستحقاته موجود المشروع أكري بلاس يدفعوا له مصرياته تقدر يدفع المزارع تقدر يمشي له سنة 2014 ما تسددت 2015-2016 اليوم مال موجود واقف يتنفس المصدر ولا قادر يشتغل هاي إذا دفعت الأموال للمصدر بيعمل حركة دموية كبيرة كتير بالبلد وبيقدر يشتغل المصدر والمزارع مال واحد. استاذ نعيم انا اتمنى استاذ نعيم اليوم اجى لاعب اتخذني يمكن انا شوي استسلمت لانه انا عايش قصه بعد. واول ما طالب اول ما طالب قبل السياسيين وقبل رؤساء البلديات وقبل اللي عم يحكوا على التلفزيون احنا طلبنا بشار يا حما علي موجود كم مره حكيه وجوله رئيس الوزاره سير تمام سلام كم مره قلنا له نحن في ازمه على التفاح السنه نحن دوينا عليها لانه نحن عايشينا استاذ نعيم استاذ نعيم شكرا لك وصلت الفكره يعطيك الف عافيه. قبل ما نتابع بدنا نقول انه تراجع سعر صفيحه البنزين بنوعيه والمازوت والديزل 100 ليره والكاز 200 ليره وزياده سعر قاروره الغاز 100 ليره وايضا هناك اعتصام لاتحادات النقل البري بمحلة المعلقه بزحله مقابل مركز المعاينه الميكانيكيه وحركة المرور كثيفة بالمحلة حسب غرفة التحكم المروري. خلينا نرجع ننتقل لزميلتنا ريما حمدان بمركز المعاينة بس بشكل سريع. تفضل يا ريما. ولكن ريما سريعا تفضل. صوت مش واضح. تفضلي. تسمعونا؟ نعم. سمعين. نعم نحن هلا على مدخل مركز المعاينة اللي تم إغلاقه منذ لحظات بشكل كامل يعني السيارات والمواطنين اللي كانوا قد نطروا ساعات الصباح الأولى للتوجه إلى داخل مركز المعاينة الميكانيكية لإجراء المعاينة ما عادوا دخلوا القوى الأمنية أغلقت الطريق بشكل كامل بالإضافة إلى صهريجين توقفوا لإغلاق الطريق لمنع المواطنين. الاعتصام بحسب بيان نقابات النقل البري هو من الساعة 7 للساعة 10 هلأ ما بنعرف إذا بعد الساعة 10 سوف يتم فتح الأبواب. مثل ما عم نشوف بالصورة هناك الموظفين موظفين معاينة الميكانيكية هن بانتظار يعني انتهاء الاعتصام لحتى يرجعوا يعودوا أعمالهم. كنا قد سألناهم وبدنا كنا نستوضح عن يلي قالوا المواطنين أنه الكمبيوترات كانت مطفية والموظفين ما كانوا عم بيشتغلوا قالوا نفوا هيدا الأمر وقالوا أنه أصحاب الصهاريج والشاحنات هن المقضربين والموظفين موظفين معاينة الميكانيكية ما خصهم بهذا الأمر. علما عبده مثل ما بيت معلوم أنه الصفقة لتلزيم المعاينة الميكانيكية للشركة الجديدة هي بتهدد مصير موظفي الشركة الحالية المشغلة للقطاع. بالتالي يعني ما بنعرف أي ساعة صرختهم بتطلع بشكل فعلي. معنا كمان نائب رئيس سريعة. اتحاد النقل البري بلبنان علي محي الدين لحتى أكثر يحكينا عن الاعتصام. أي ساعة رح يبلشوا الكلمات ومستمرين أنتم بالاعتصام هيدا الاعتصام الرابع؟ نحن مستمرين بتحركنا لإلغاء الصفقة الفضيحة واللي هي تعدي فاضح على الدستور وعلى القوانين وعلى المال العام
وعلى حقوق المواطنين. هاي مسائل بكفي هالقد. نحن متمسكين في قيمة الدولة باحترام الدستور والقانون وأيضا حقوق الناس وحقوق الموظفين. فنحن بهمنا مجلس الشورى الدولي يصدر الحكم النهائي بإلغاء هذه الصفقة دفاعا عن المال العام، لأنه البي او تي خلصت وهذا مال عام صار. فبالتالي نحن مستمرين بتحركنا لحتى يلغوا هذه الصفقة وتعاد إلى الدولة وتحافظ على حقوق الموظفين. نعم. من جهة، من جهة تانية نعم. بهمنا يطبقوا قانون السير لجهة حماية عمل السائقين والميكانيك. شكرا لك. اي ساعة رح يكون الكلمات الرسمية يعني بعد ما شفنا حضور لرؤساء اتحادات النقل؟ ساعة 10 نحن هينا موجودين. نحن موزعين على، لانه هذا اعتصام بكل مراكز الميكانيك بلبنان. يعني بالحدث، بالزهراني، بزحلة وبطرابلس ومصلحة تجهيز السيارات المرة اضفناها لانه هي عنوان لهذه الصفقة. وبالتالي يحترموا القانون، يحترموا الدستور، ويتفضلوا لحتى نتعاون لقيامة الدولة ونوقف السطو على المال العام لمصلحة الخزينة ولمصلحة المواطنين، وبكفي فرض ضرائب على 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 الناس والإثراء غير المشروع. نعم شكرا لك. يعني مثل ما شفنا، أنا ما بعرف أنا ما عاش سمعتكم مزبوط، بس يعني رح يرجع رح تكون الكلمات الرسمية عند الساعة حوالي الساعة 10 مع قرب إنهاء الاعتصام. إذا فينا كمان ما بعرف بعدسة الزميل رولانج جيتيني سريعا على مركز المعاينة الميكانيكية، مكتوب البدل المعاينة اللي هو 32000 ليرة و650 للآليات والدراجات النارية والمركبات ما دون 3.5 طن و87900 ليرة للمركبات والآليات ما فوق الخمسة طن، على أمل أنه هيدي الرسوم تبقى على ما عليها، وقرار مجلس الشورى الدولي بتجميد المناقصة يتحول لقرار إلغاء بشكل كامل وعودة هيدي القطاع إلى كنف الدولة بحسب كمان ما عم يطلب المواطنين وبحسب ما عم يطلب النقابات النقل. شكرا لك كريمة، رح نرجع لك لاحقا. يعطيك ألف عافية. نرجع لضيفنا الأستاذ أيمن دندش مدير المشاريع الميدانية بجمعية لفساد. اليوم شو؟ اليوم يوم العالمي لحق الوصول يعني على المعلومات. يعني عم بتطالبوا من خلال هذا اليوم. يعني نحن اليوم لو عندنا قانون كنا بنقدر نعرف كيف صارت هذه الموازنة، كيف صارت عفوا هذه المناقصة، كيف هي شو دفتر الشروط اللي كان محطوط، شو العروض الأسعار اللي تقدمت. ولكن غياب هيك قانون ما بيقدرنا نحسب هذا الموضوع. هذا الشيء اللي احنا عم نحكي فيه انه المعلومات هي شيء أساسي موجود هلا. كل العالم بتحكي عن open data. كل العالم بتحكي نحن بدنا معلومات قبل ما نفوت على الاستديو، نكون مجهزين معلومات عن الضيف، عن الحلقة اللي ما نجهزها. فكيف نحن ما نعمل عملية مكافحة فساد من دون معلومات؟ يعني نحن بنعرف هلأ بالألفية، يعني في عنا 17 هدف عم نشتغل عليهم ل 30 سنة، 15 سنة لقدام. الأمم المتحدة أعلنت عن 17 هدف للعمل عليهم، واحد منهم هدف 16 هو العدل اللي نحكي فيه، هو عملية الجود جوفرنس، الحكم الصالح. نحن إذا نوصل لرفاه الإنسان بدنا نشتغل على موضوع مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وجزء أساسي بيكون فيه شيء اسمه حق الوصول للمعلومات. قديش عندنا فساد بالبلد برأيك؟ لبنان كان بآخر مدركات الفساد كان بآخر 2015 مع هيك وزراء وهيك لا مواب. لا فعليا بعضه محافظ، يعني 2014 2015 بعض بنفس المؤشر 23. بس الفكره انه لبنان ما عم يقدر يقدم لانه ما في تشريعات قوانين بتساهم اكثر بعمليه المساءله والمحاسبه. يعني احنا عندنا مجلس نيابي، يعني باخر عم نحكي اخر اربع سنين مع التمديد او قبل التمديد، كميه القوانين اللي شرعها ما اشتغل شيء بالضبط. يعني عم نحكي في كميه تشريع قوانين. نحن عمليه تشريع قوانين عندنا خلص هلا رئيس بري بتاني ثلاثه من التشرين الاول بعد 15 شهر. نحن صراحه يعني هذا القانون اشبع دراسه صراحه. يعني احنا هو نزل على المجلس النيابي بالتعاون مع برلمانيون لبنانيون ضد الفساد، يعني الاستاذ غسان وخيبر، نائب غسان وخيبر. يعني نحن بنشكره على جهوده بهذا الملف بالذات. اي مخص تكتل تغيير واصلاح فهو يعني بذل جهود كثيفه بهذا الملف، واكيد مع غير نواب ضمن اطار هذا التكتل. ولكن نحن عندنا يعني بنحس انه هلا لازم يكون موجود قبل الهيئه العامه ينزل على جدول الاعمال. رح نتابع اكيد بالتفاصيل، ولكن لانه ناطرين رئيس بلديه العقوره دكتور منصور وهبي بنقول لك صباح الخير. صباح الخير.
النور. صباح الخير، يعطيك العافيه. رحت بايجابيه ومتاملين بحلول. التقيت الوزير شهيب وشفنا ضبابيه الحلول. شو بتخبرنا اليوم؟ صدقيني الحلول المعروضه علينا هي حلول ممكن تكون واقعيه، لكن لاحظنا انه فيها بعد تعقيدات، مش انه قصة بمتناول اليد. اليوم مثلا مصر مستعدة مثل ما فهمنا من معالي الوزير ومن سعادة سفير مصر بلبنان انه مصر مستعدة تشتري التفاح اللبناني، لكن القصة اليوم هي في عندهم جنيه كتير واطي ولازم يلاقوا حلول بين مصر وبين لبنان حتى تقنيا اول شيء هالاموال تتحول وحتى يوصل للتاجر حقه يعني على الحد الادنى اللي هو 12000 ليره لبنانيه. يعني انا حابب هاي سياره الفراري بس ما معي حقها. ولا تقريبا هيك، بس النوايا طيبه. هالنوايا اذا كانت طيبه ان شاء الله تقدر هالعقد تتحلحل بسرعه، لانه نحن قلنا لهم اكثر من هالاسبوع ما بقى فينا ننطر، بس لانه التفاحه ما بتنطر، التفاحه رح توقع على الارض. يعني الطلب بانه تنطروا ما تبيعه هيدا قديش واقع على الأرض، أنه قدي المزارع قادر ينطر يخلي تفاحاته ليلاقوا الحل بأسرع وقت. يعني هون لعبة بأعصاب المزارع. المزارع يجي واحد بيقول له بدي أخذ لك جنينتك 6000 و 7000 بيقول له لا ما بدي، رح تهر بخسر كل شيء. يعني اللعب بالأعصاب كأنه عم براهن، يعني بتزبط ما بتزبط، بنطر ما بنطر، هيدا ممنوع. وبعدين بيقولوا لنا أنه دولة الرئيس كان همه وهمومه يحكي بالتفاح بنيويورك وحكي مع رئيس البنك الدولي بنيويورك، والبنك الدولي الحالي عم يدرسوا الامكانيات انه يقدروا يشتروا التفاح حتى مشان يعطوه على طريق الامم المتحده للسوريين. نعم، هذا كله دراسات. طيب بس سمعنا قبل شوي دكتور منصور، سمعنا رئيس نقابه مصدري ومستوردي الخضار والفاكهه نعيم خليل رافض كليا هذا الطرح انه ما حدا ينطر، وليش عم بتحملوا المصدرين او التجار اليوم بهذا الموضوع؟ شو رايكم انتم؟ نحن نتارى أول شيء صعبة لأنه ما الوقت صار مدهمنا، لكن رح نعطي آخر ظرف يعني للحكومة إذا بتقدر تلاقي لنا هالحل. نحن نعتقد أنه بآخر هذا الأسبوع إذا ما في حل جدي أكيد قلنا لهم وقلنا لمعالي الوزير مبارح أنه نحن أسبوع جاي أكيد ساعتها لا الغضب رح يكون عارم اعتبارا من التنين. فينا نقول تقريبا يبترين يبتريتها ايه اكيد احنا من هلأ للأحد لفن هلأ ليومين يعني 42 ساعة يعني لبكرة بكون بيّن علينا جدية الأمور وبكون قلنا يا اوكي نرجع للمفاوضات وللحلول الحلوة، وإلا اكيد لأنه بيقولولنا انه مش انه النوايا مش موجودة، بيقولولنا النوايا موجودة لكن إذا بدنا نجي ندفع تعويض لكل مزارع $5 على كل حرام دولة ما فيها مزارع يعني صغيرة واليد قصيرة يعني بدها 25 مليون دولار. حرام. يعني بدها قرار مجلس وزراء ساعتها الشعب بينزل وبيطلب من مجلس وزراء يجتمع لأنه بنعتبر نحن وين الهيئة العليا للإغاثة يا دكتور؟ في حرب اقتصادية على المزارع. إذا لا سمح الله صار أي حرب على لبنان أكيد رح يجتمع مجلس وزراء. هلأ عندنا حرب اقتصادية عم نقتل كل المزارعين اللي قاعدين يقعدوا متشبثين بأرضهم بدهم اياهم يترحلوا عن أرضهم، لا هذا ما بنقبله. شكرا لك. الأسبوع الجاي إذا ما إجا أي حل أكيد ساعتها رح ينزل كل كرة التفاح رح تنزل على الأرض تجبر الحكومة ومجلس وزراء يجتمع ولاقي حلول. شكرا لك دكتور منصور وهبي رئيس بلدية العقورة، وطبعا احنا مثل ما قلت ناتالي رح نتابع هذا الموضوع معكم. نقرا شوي بعنين والصحف قبل ما نرجع لك استاذ أيمن. نبدا مع صحيفة السفير عون يبشر المقربين أنا الرئيس انعطافت الحريري رهينة التفاهمات الصعبة. صحيفة النهار الجلسة 45 للانتخاب اليوم مكانك راوح أبو فعور ذهب مختارا وعاد محتارا. هل تقوم حركة تثبت ثنائية الترشح وتدفعون إلى الشارع؟ حزب الله الأمور بخواتيمها لأننا سمعنا بطروحات كثيرة. ننتقل لعنوين صحيفة الأخبار. الحريري يبطل ترشيح فرنجية ويستكمل مهمته داخل المستقبل. انتخاب عون مسألة وقت وبصورة ريفي يرث الأسير في البقاع. وننتقل لصحيفة الجمهورية اللي صادرة اليوم لعنوانة الحريري يشاور وعون ينتظر، وبالصورة طبعا لقاء اجتماع كتلة المستقبل. وأيضا ننتقل إلى صحيفة البلد
الحريري يختبر خيار عون ويلتقي بري اليوم، يعني كل العناوين عم تتمحور نحو نفس حول نفس الموضوع لليوم الثاني على التوالي، البلد والمستقبل هن ذات العنوان تقريبا، نفس الصور نفس كمان. الصور وايضا بنوصل لصحيفه اللواء ايضا الصوره ذاتها، الحريري يوسع مشاوراته بزيارات للخارج وكتله المستقبل لا تستسيغ خيار عون، ارابي تحرض وتتوعد وبر يمترس وراء السله وابو فعور عاد ببروده سعوديه. ايضا بنروح لصحيفه ثانيه الانوار، ايضا كله ببلش بالحريري. نعم. لاحظت الحريري مستمر في مشاوراته وهدوء عند التيار العوني، بحكي له واحد وعن جد في صورتين هون من تكتل تغيير والإصلاح وكتلة المستقبل الاجتماعي الاجتماعين اللي كانت الأنظار متجهة لألون مبارح، ولكن بعد ما شفنا هيك على الأرض أي موقف بملف صورة ذاتها بصحيفة الشرق مع عنوان واشنطن موسكو تدمر حلب، مبادرة الحريري تمتص التصعيد واستعجال الاستحقاق على الصورة. أيضا رح أروح أسرع لصحيفة ونوصل لصحيفة البناء، هي آخر صحف معنا لليوم اللي عنونت بدورة شد حبال وعض أصابع من حلب إلى نيويورك، والحرب لم تتوقف والتفاهم لم يمت، الحريري يمهد مع فرنجي والسنيورة ويخاطب كتلته، الأمر لي في الرئاسة، مفاوضات متعددة تحت عيون الرياض وواشنطن والعونيون يؤجلون الشارع. قديش الشارع فيه يضغط لحتى نروح للا فساد؟ الشارع هو عنصر أساسي، يعني لو عنا قوانين يعني نحن نقول ما نكافح فساد، نحن مؤسساتنا الدستورية أو عندنا مؤسسات لمكافحة الفساد مثل ما نسميها، ولكن المشكلة دور للمواطن بهذا الموضوع. يعني أنا على طول بجابوها بعطي مثل للبلديات، نحن البلديات سلطة محلية، يعني هي أقرب لنا، نحن بنشوفها كل يوم نتعامل معها كل يوم، قد المواطن قادر يعمل مساءلة ومحاسبة للبلديات، هيدا هو أهم شيء عم نحكي فيه بهذا المحل. عشان هيك في دور كثير كبير على المواطن لازم يكون موجود بعملية المساءلة والمحاسبة، ووجود هيك قانون بخليه يسهل عليه، يسهل عليه حاسب يسائل، بيسهل عليه هو يوصل للمعلومة، ما بيكون عم يتواصل يعني عم يدفع رشا، عم يدفع مصاري ليأخذ معلومة أو عم يدور عند السياسة هيدا لا يخلص له هيدا الملف، لأنه هو بيصير يعرف البروسيجر كيف يقدر يخلص ملفاته بطريقة معينة. قبل ما نتابع في الكاريكاتور رح نشوفه لأنطوان غانم بصحيفة الجمهورية كتير واضح من وحي الوضع الرئاسي. نعم الجنرال بده يعني شو طابة الرئاسة و مين واقف الثلاثي المرمى نبيه بري سليمان فرنجي وولين زبلوط محافظ الألقاب، وطبعا ناطرين أي ساعة بده يشوط الطابة. في كاريكاتير بعد يا ما هيدا هو، لا هيدا هو عندنا شي نطلع فيه على الهوى. يلا ريما حمدان مجددا بتنضم لنا مباشرة مع الأستاذ بسام طليس، معك حسب ما أفدنا. تفضلي تفضل أستاذ بسام. بالضبط عبدو، بسام طليس رئيس اتحاد النقل البري بلبنان، وصل من شوي إلى مركز المعاينة الميكانيكية بالحدث، كان قد أفدنا أنه جميع المراكز المعاينة الميكانيكية بالمناطق الأربع إن كان بالزهراني بطرابلس وبزحلي هن مغلقين، ايضا يعني ضمن الاعتصام يلي عم بينفذه اتحاد نقل النقابات البريه اتحادات نقل النقابات البريه بلبنان، وهو الاعتصام الرابع الكبير مثل ما كنت عم تخبرني اليوم. شو هي الرساله اللي بدكم توصلوها؟ انتوا وصلتوا رسائل قبل لقيتوا نتيجه، وهلا هلا اليوم رح تلاقوا نتيجه. نحن اللي علينا عم نعمله، الرسائل اللي عم تنبعث بعدت من اول يوم من اول محطه، وهي المحطه الرابعه اليوم على مراكز معينه بلبنان، بالاضافه للاداره الرئيسيه للمصلحه تجهيز السيارات بالدكوانه. وطبعا نحن عاملين خطه، والخطه بالتدرج ماشيين فيها. طب اليوم المواطنين اللي علقوا بسياراتهم يعني ما قدروا يعملوا معاينه وشي اخذ عطله وشي يعني شو بتقولوا لهم؟ يعني نحن من اول نهار ومن اول لحظه اعلنا عن التحرك، قدمنا اعتذارنا السلف للمواطنين والموظفين وطلاب المدارس واهلنا وناسنا، لانه الشيء اللي عم نعمله نحن عم نعمل من اجلهم ومن اجل السائقين العموميين، لان المعاينه الميكانيكيه من اجلهم، المعاينه الميكانيكيه واعادتها للدوله لاجلهم. موضوع قانون السير وتطبيقه والحزم بتطبيقه من اجله، لانه اللي عم يحصل بالمعاينه سواء بالشق القانوني يعني السفه اللي حصلت خلافا للقانون
واللي عم يحصل بتطبيق قانون السير كمان خلافا للقانون، واللي عم يحصل مع بتسجيل السيارات ونقل الملكية كمان خلافا للقانون والاستنسابية، كمان هذا لمصلحة المواطنين. فبدو يتحملون الناس. في تواصل من قبل الجهات الرسمية المعنية معكم، يعني وزير الداخلية، وعرفنا نحن بحسب بعض المعلومات انه هناك تورط لأحد الوزراء فيهم. هلا تورط لو احد الوزراء انا ما عندي معلومات، لانه الحقيقه الوزراء هن بيعرفوا حالهم اذا مرتين ولا مش مرتين. تم التواصل، لكن نحن علينا عم نعمله، مكملين مشوارنا، مش موقفين هذا التحرك. حدا تواصل معكم؟ هيدي الصفقه مش تتجمد تنفيذها، بتوقف هي الصفقه. بدالك شغله، لو كانت هاي الصفقه صفقه نظيفه وصفقه طبيعيه وصفقه مش خلافا للقانون، لا دول المحاسب ولا المشورة الدولي كانوا اخذوا قرار شو التحرك المقبل ريما؟ ما كله توقف. وشو التحرك المقبل بعد التليفونات اليوم؟ التليفونات بعتقد مع شباب مسكر، ما في تواصل. ما في تواصل، في تحرك تاني غير اليوم؟ طبعا طبعا، في تحرك تاني وثالث ورابع وخامس وسادس إلى أن تلغى هذه الصفقة نهائيا وتعود إلى كنف الدولة. وبدي أقول كمان هون من هون إنه نحن مطلبنا مطلب قانوني. هاي المعاينة الميكانيكية بس خلص البيوتي تروح ترجع لعند الدولة مثل الخليوي. بالديرة الدولة المصريات اللي عم يدفعوا المواطنين بيروحوا على خزينة اللبنانية، وخلينا بركي منوقف شحادة ولم على اسم وظهر الأجهزة الأمنية والعسكرية على يمين ونشوف. التحرك المقبل حتى نقول للمواطنين أمتى رح يكون، يعني أي نهار؟ هلأ بدنا نتشاور، نحن والزملاء، وبدنا نعمل جلسة استثنائية ومنحدد ايمتى، لانه احنا كل اسبوع في عنا تحرك. نعم. وبالمرحلة المقبلة بالاسبوع تحرك واثنين وثلاثة باكثر من مطرح، وصولا للتصعيد الكبير. طبعا التصعيد بدي يطمن لكل، بالتصعيد الكبير بدي يطمن كل مواطنين وكل الناس نواحنا، التصعيد الكبير رح يبقى دائما دائما تحت السقف الاستقرار الوطني، الاستقرار الامني، لانه هيدي بلدنا، منشآتها هي منشآتنا نحن، عم ندفع حقها، ما حدا يخاف، ما حدا يتأثر أبدا، وما حدا يروح لا بتحليل بخلفية سياسية ولا بأي شكل من الأشكال، لأنه هذا القطاع قطاع متماسك، قطاع يمثل كل نقابات كل سائقي السيارات العمومية وقطاع النقل البري بلبنان. يعني ما في حدا له. نعم ريما، رئيس اتحاد النقل البري بلبنان بسام طليس، مثل ما قال يعني هناك تحرك الأسبوع المقبل، سوف ننتظر البيان الرسمي حوالي الساعة 10 لاتحاد النقل البري في لبنان لحتى نعرف شو اتحادات النقل البري بلبنان، حتى ما يزعل حدا. اتحادات ونقابات. يعطيك العافية ريما. طبعا بعد في شيء لقاب رئيس اتحادات ونقابات، بعد في شيء لقاب الأستاذ بسام. شكرا لك ريما ويعطيك ألف عافية. عبدو صباح الخير. عبدو صباح الخير استاذ بسام. لا بتقدم ولا بتاخر، بيقدم فقط هو المصلحه العامه، وانت واحد من اللي واكبوا وجزم المصلحه العامه. صحيح صحيح، نحن معكم استاذ بسام، قولي له نحن معكم استاذ بسام بكل شيء. 5000 ليره مع اتحادات النقل على تنكه البنزين بالسابق، نحن ما بننسى هذا الموضوع. يعني كمان للزميل عبدو تحيه من ونحن معهم، نحن معهم يا ريما. النقل البري بلبنان خاص لك، يعني كمان عم بيقولوا لنا دائما نحن مواكبينهم، بنعود لكم للاستوديو. شكرا لك. شكرا ريما. شو تعليقك هيك شفناك عم تتابع بتأني الموضوع اليوم؟ انت مع هذا التحرك بالقصة اللي عم بتصير انه ما يزيدوا على المواطن هالقد؟ طبيعي، لانه نحن اذا مكتوع على الحد الادنى للاجور، يعني مو مش موضوعنا هون، موضوع سياسي، بس نحن عم نوع على الحد الادنى للاجور كمواطن لبناني. نعم. بظل زياده الضرائب المواطن كيف بده يعيش؟ يعني عم يخلي جزء كبير من الشباب يهاجر لبرا، هذا الشيء عم يخلي البلد اكثر يصير محلات ما عادش في شباب عنده امل بالتغيير، امل بالمحاسبه المساءله، فهو من هذا المنطلق نحن. طيب انتم بلا فساد عندكم احصائيات معينه بتعملوا احصائيات يا ملا؟ نحن فرع من منظمه الشفافيه الدوليه. نعم. هي عندها اكثر من 100 فرع، نحن بنشتغل على دراسات اللي خاصه بموضوع الفساد بطبيعه الحال. نعم. جزء انه نحن عم نطلع مؤشر مدركات الفساد اللي هو بقيس لبنان من ناحيه الشفافيه عالميا، اللي نحن بنطلعه كل سنه. نعم. اللي هو بيطلع كل اول سنه، كان يطلع اول شيء اخر سنه. نعم. هلا عم يطلع كل اول سنه، يعني هلا بيطلع بدايه جانيوري 2016، نحن بنطلع البارومتر مؤسس جانيوري 2017 حيطلع. نعم. مؤشر قد ايه لبنان هالسنه تقدم ولا تراجع، شو لحديت هلا شو الوضع؟ شكله على ما يبدو بعدنا يمكن محلنا او يمكن تاخر شوي.
شوي لانه ما في لا اكيد هالسنه يعني ملف الاتصالات ملف النفايات ملف العالم بس الفكره واحد ما هو لك لوين بدك تشوف الدول الثانيه شو عم بيصير فيها إيه؟ يعني على اساس اذا في دول كمان عم تتراجع اكثر بطبيعه الحال انت حتتقدم في سبق بين هون المشكله مش العالم بتراجع اكثر منا في 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 فعليا هذيك السنه في نحن تقدمنا هذيك السنه شوي لانه في دول تراجعت مثل مين مثلا اذا بتتذكر ما بصراحه بتذكر يعني بس فعليا وين هو لانه في عده عوامل ليقيسوا قد ايه في نظام نزاهه بالبلد قد ايه الادارات المستقله يعني مش تحسن عندنا تراجع عند غيرنا ممكن بجزء كبير بس هذيك السنه لعب دور اساسي بعمليه التقدم كمان صغير كان بالرانك هو الحراك الشعبي اللي صار لانه احنا بنعتبر انه صار في شيء اسمه مساءله اجتماعيه يعني العالم صار عندها نوع من المساءله الاجتماعيه عدت شوي تقدم ميمي وفي شيء لازم نقوله انه نحن مثلا الفساد اسس بال99 مفهوم الفساد من 99 ل 2016 تغير أكيد. مفهوم المساءله من 99 ل 2016 تغير مفهوم مساءله المواطن من 2014 ل 2016 تغير يعني بظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي بظل وجود ناس عندها اكسس صارت تقرا تعرف تتعلم اكثر هذا الشيء عم يخلي انه حتى نكون واضحين انه جزء كبير من الدوله او من او القطاعات الخاصه والعامه اللي فيها ريحة فساد عم تكون حذرة جدا بملفات الفساد لانه صار المواطن قادر يسائل ويحاسب هلا يعني مصرين انه هيدا القانون نحن هيدا القانون ولكن اذا ما صار نحن صراحه نحن يعني صرنا من 2009 نحن برلمان مجموعه برلمان عرب ضد الفساد بالتعاون مع جمعيه عدل و17 جمعيه اخرى من هيئات حكوميه وغير حكوميه اسسنا شيء اسمه شبكه الوطنيه لحق الوصول للمعلومات في عندكم سايت يقدروا يفوتوا عليه www.transparency-lebanon.org اللي هو ويب سايت الجمعيه بقلبه كل منشورات الجمعيه نحن طالعين كذا منشور خصهم بالجمعيه transparency-lebanon.org اوكي لبنان كاملة لبنان حيا الله بس يكتبوا على جوجل ترانسبرنسي لبنان دغري بيطلع الويب سايت تبعهم شفافية اكيد عم تفرجينا شيء كمان في هدول في هدول بعض الدليل نحن بنطلعها اللي هو اكسس تو انفورميشن بالقطاع الخاص الوصول على معلومات بالقطاع الخاص هيدا حق الوصول للمعلومات بكل القطاعات خليك دقيقة هيك بس ياخذون مزبوط الشباب هول يوزعوا هدول بابليك لكل العالم موجودين ويب سايت كمان وبالاضافه طلعنا بروشور عم نعرف اكثر قد ايه اهميه هذا القانون هدول بعض اللي عم نشوفهم هون هن بعض البروشورات اللي نحن كامبين اللي كنا عم نشتغل فيها قانون موجود بالمجلس النيابي من 2009 بس لليوم عجبني نوع التوقيف تعسفي هيك انه ما في يعني القانون واقف ليه واقف يعني مفصل من 2009 لليوم هن هيك قرروا هلا هو عم يندرس يقال عم يندرس ولكن نحن مش بس هذا كان اخذ دكتوراه اللي عم يدرس بس في قوانين كمان غير حق الوصول للمعلومات في عنا قانون مكافحة كاشفي الفساد نحن عنا واحد إذا كشف عن فساد ما في قانون يحميه بهذا المحلات يعني نحن عم نعمل سلي متكاملة على هذا الموضوع الضغط ليه لأنه كمان بمحل لبنان ماضي اتفاقية دولية ب2009 اللي هي اتفاقية مكافحة الفساد أونكاك ومفترض أنه لما يرجع على لبنان يشرع قوانين بناء الاتفاقات الدولية عم يمضي عليها مش بس امضى اتفاقيات من دون تنفيذ بنود هالاتفاقيات وغير انه الاعلان العام لحقوق الانسان بيسمح انه لازم المواطن ياخذ يعني يحصل على المعلومة هذا حقه هذا حقه يعني يكرس عالميا ولكن نحن مشكلة كمان بنرجع كنا عم نسأل نفس السؤال اذا وجدت هالقوانين هل المواطن عنده يعني التوعية الكاملة لهذا الموضوع عشان كنا عم نشتغل على توعية المواطن اهمية يعني مفهوم هذا الحق المساءلي او مفهوم الوصول للمعلومه ليه لنرجع لموضوع البلديات وانا برجع بنطلق منه لما يصير المواطن يعرف انه مثلا ببلديته عمره قصر بلدي وهو مقتنع انه هذا قصر بلدي طب كيف نشغل بينزل على قصر بلدي بيطلب بيعرف انه بياخذ محاضر جلسات يعني لما يصير المواطن قادر يوصل الشخص الموجود ورا الكرسي ما عاد مخبي ملفاته يعني انا اذكر حادثه صارت معنا نحن بال2011 2012 عملنا مشروع شباب بلديات ظل ب 20 بلديه بلبنان واحدة من اساسها كان انه نحصل على موازنه البلديه للشباب يدرسوها ويقدموا اقتراحات عليها لانه احنا موازنتنا منا تشاركيه يعني منا بناء لحاجه المواطن جزء من البلديات لما فتنا عليها بتعرف شو كان يقول لي اللي خد مصاري للشباب نعطيهم دعم بس على الموازنه ما تقرب خلص ما تسكبها هذا شيء بلوك تابو مسكر يعني احنا كان جزء من المشروع انه الشباب يطلع لهم مثل مبلغ مال ليعمل مشروع بقلب الضيعه كان في مبلغ مثلا قال لي خد مبلغ فوقه يعني اعطيه مبلغ اكبر وما تفوت بالموازنه نسال الموازنه سال الموازنة معظم البلديات شفافة يعني بهذا الموضوع ما هو لك هو فيش مفهوم هذا المفهوم منه موجود يعني احنا اتخيل ناطرين رئيس بلدية تأمج من لك صباح الخير نزيه أبي سمعان يعطيك ألف عافية ألو أستاذ نزيه إيه نعم
صباح الخير. انت بعيد عن الموضوع اللي عم نطرحه كرؤساء بلديات، هذا شيء مفروغ منه، لا سيما بالامور اللي هلا رح تخبرنا عنها. اتفضل، شو عاملين للتفاح حضرتكم للمساهمه؟ نحن صراحه انشانا براد التفاح كبلديه وكجمعيه تنميه اهمز بساعد 40,000 صندوق لمساعده المزارعين باهمز والمنطقه. نعم. ولكن للاسف ان السنه ما في تصريف التفاح والاسعار متدنيه كثير، بشكل المزارع ما بيستر يحط تفاحه بالبراد وبركبية الأسعار هي زادة، بدل ما يكون عنده مصيبة بصير عنده مصيبة أكبر، وبنفس الوقت ما نقدر يصرف التفاح. هذه مشكلة كتير كبيرة. نحن كبلدية جمعية المئمز مستعدين نكون عم نساعد المزارعين، نعطيهم أسعار مميزة أو بسعر الكلفة تنكون عم نتعاون معهم ليقدروا يكونوا عم بيقطعوا هالأزمة اللي هن فيها. لكن دعوة من قبلكم لكل المزارعين بمحيط منطقة إهمج. نعم 100%. كل المزارعين منطقة وأهلا وسهلا فيهم، يعني خطوة للمساعدة. نعم نعم، نكون عم نساعد مع بعضنا ونقدر نقطع هالأزمة على خير وسليم إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك على هالخطوة وعلى الدعم أستاذ نسيء بن سمعان رئيس بلدية إهمج، شكرا لك. بدنا نختم معك بكلمة أخيرة بموضوع لا فساد، قديش متأملين توصلوا للأهداف اللي عم تشتغلوا عليها خاصة بظل كثرة ملفات الفساد بهالبلد؟ أوكي. سؤال لا أكيد لا، نحن صرنا بنشتغل 99. أنا بس تذكرت حادثة، كل ما حدا قال له هون بيشتغل وبقول له أنا بشتغل بجمعية لا فساد بيطلع فيه هيك إنه عن جد مآمن، إنه بالضبط إنه عن جد مآمن. أنا على طول باخذ مثل إنه لما نشوف الصخر وجماليته نيجي بنقول إنه كيف تكون، هو عبارة عن نقط مي هي اللي حفرت هذا الشيء الحلو اللي نحن كلياتنا بنوقف حده بنتصور. عملية التغيير بدها وقت، بدها مش ايد واحدة بتشتغل لحالها، ولكن هي عملية جهود متراكمة مع الوقت بتاخد. بس كمان بنفس الوقت في عنصر اساسي لازم يكون هو المواطن. اذا المواطن ما كان شريك اساسي، الاعلاميين شركاء اساسيين، الصحفيين كمان بنفس الوقت، نحن معكم بالعشرة واجبات بالضبط، واجباتنا كلياتنا نكون بهذا المحل لنغير. ليه؟ انا اليوم ما بقول انا عم فكر بحالي، يعني انا شخص يمكن عمري 30 سنه هلا، بس انا هلا عم بلش فكر انه اذا انا بكره بدي ابقى بهذا البلد بدي فكر باولادي. صح، يعني انا هذا كل الشغل اللي عم نشتغله. بدك تتجوز بالاول؟ بالضبط. لا انا بتجوز، لا انا بتجوز بالضبط، بس هو كمان لنقل، يعني نفتح مساحه ليضلوا شبابنا موجودين هون، ليضلوا اولادنا موجودين بهذا البلد. لانه الغريب بالموضوع انه المواطن اللبناني بس يظهر من البقعة على الأرض الجغرافية تاعت لبنان لبرا بيلتزم بالقوانين، بيصير غير بيلتزم هون. سائل هون، حاسب هون. وعشان هيك أنا بدعي كل العالم تكون عن جد عم تجرب، بس تسأل عملية أن أنت بلشي تسألي للعالم، تسألي السلطات، تسألي أنه هذا الملف شو وضعه. عملية المسائلة بس لو أنت ما حصلت على المعلومة بتكون عم بلش تشكل خطر على الناس اللي عم تشغل الفساد. ليه؟ لانه بلش يقول انه في عالم بلش تسال، يعني لما انت تحس حالك شو حيلا موظف موجود بالضبط، لما تحس حيلا موظف موجود كان يسرق، بس بلش حدا يجي يساله بلش يتلبك. نعم. بلش يخف السرقه شوي شوي لو ما قدر حدا يكمشه، بس هو بلش يقول انه لا بلش العين علي. عشان هيك نحن عم ندعي كل المواطنين ليبلشوا يسالوا، ليبلشوا يسالوا عن المعلومات ويعرفوا انه المعلومات قد ايه شيء اساسي 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 بحياتهم، قد ايه عم ندفع مصاري بطريقه بخرجات الايد بكل الادارات الرسميه. ليه؟ لانه احنا ما بنعرف انه بس نفوت على الوزاره كيف نخلص هذا الملف. عم بعطي ابسط ورقه، انا فوت على الوزاره بدي هالورقه مش عم بعرف كيف. ان شاء الله نوصل للا فساد بلبنان ان شاء الله. احنا ايدنا بايدكم والاعلام طبعا معكم كله بدون استثناء حتى نوصل للا فساد بلبنان، لانه عن جد ان شاء الله كارثه. وانا بدي اتشكر المنبر او تي في اللي سمح لنا اليوم نطلع، هي وجبات الصبح بتعرف، لانه بتعرف اليوم بكل العالم عم ينطلق هيدي الحمله، عم يصير عده ايفنتات بكل البلاد. في بعض البلاد عندها قانون حق الوصول معلومات بالعالم العربي، هنا بس 4 دول تقريبا، وباقي الدول في دول ما عندها اصلا، يعني مش واجبه موجوده. فنحن متاملين انه لبنان بال 2017 يعني باول 2017 يكون عندنا قانون موجود لنضاف نصين الدوله رقم 5 بالعالم العربي. يعني احنا بحاجه للتغيير والاصلاح، بحاجه للاصلاح. شكرا لك استاذ ايمن دندش مدير المشاريع المدنيه في جمعيه لا فساد. شكرا لك، خليك معنا، رح نروح لصفحه ثقافه وفن. بس لا
لأنه الوقت بهمنا ما رح ناخد فاصل، رح نتابع فقراتنا ورح نروح لعالم مختلف كليا. أسبوع الموضة بميلانو يلي ما في حدا من لبنان إلا ما موجود فيه، فقد أطلقت دار أزياء موسكينو الإيطالية مجموعتها للأزياء الجاهزة موسم ربيع وصيف 2017 ضمن عروض أسبوع الموضة بميلانو، وبدت العارضات كأنهم دمى ورقية متحركة بالتصاميم اللي امتلأت إبداع بمؤثرات فريدة من نوعها بتحاكي الخدع البصرية. المصمم جيريمي سكوت وهو المدير الإبداعي للدار تمكن من تقديم مجموعة من التصاميم رسمت عليها أغصان النوم والبيكيني والأكسسوارات. 60 إطلالة تمت بتقنية رسم ترومبلوي ورسمت أزياء من الجسم بالتصاميم، فلا يتمكن من ينظر من التفريق بين الجزء الحقيقي والجزء المرسوم من الجسم. الدببة الشهيرة لدار موسكينو لم تغب أيضا، والجديد حبوب دواء ملونة أطلق عليها جيريمي سكوت اسم حبوب السعادة، زينت التصاميم والحقائب. نشوف شو بعد المرشد. Une chemise de nuit. Une chemise de nuit. Underwear. Des sous-vêtements. I want something better. J'aimerais quelque chose de meilleur. طرحت الفنانة السورية أصالة عبر قناتها الرسمية على أحد مواقع الإنترنت برومو ألبوم الخليج الجديد أعلق الدنيا، وتستعد أصالة لطرح الألبوم بعشر تشرين الأول المقبل. وكانت أصالة وعدت محبيها أن لن تستمع للألبوم إلا حين يسمعونه هم أيضا. غريب عن جد صدقناكي. بين الدنيا والوطن بين الدنيا والوطن العمر كله علقانة أصالة. إيه ما رح تسمعوا إلا بس ينزل كل الكليب. سكر وطن وعلق الدنيا. جولة حول العالم فقرتنا التالية. راي ويرز عمره 100 سنة عقبال المية ورح يبلغ قريباً 100 سنتين. حلو. فإذا كان العيش لأكثر من قرن منه أمر ممتع، هو أيضاً شخص متمرس وعنده خبرة طويلة بدراجات الهارلي ديفيدسون وعاشق لإلها، حتى أنه عمل لصالح الشركة لمدة 24 سنة. الطريق السريع منه أمر سهل لشخص متقدم بالسن لهيدا الحد، لكن يوم أول من أمس أظهر ويرز روحه المغامرة مرة جديدة، وأعضاء بنادي VFW بأريزونا بأمريكا ووكلاء دراجات الهارلي بجراند كانيون اجتمعوا ليرسلوا ويذر بجولة ملحمية. جولة ملحمية حلو. وطالما عشقة وقد قعد بمكان مخصص على دراجة ثلاثية العجلات وانضم لخمسين سائق دراجة جمعوا بهالمكان، حيث سمعت أصوات محركات الدراجات وزينت البسمات على الوجوه. وقد أخبر ويذر مراسل CNN أنه يعمل على الدراجات حين كان مراهق والباقي قصة سهلة، وطبعا عشقه لهيدا الموضوع. 24 سنة اشتغل بهالشركة وصل لهيدا الموضوع، ولك شو مهضوم كتير مهضوم. كان يقولوا عقبال المية، هلا بنقولوا عقبال المية وسنتين.
لا حرام 200 زد له اياهم شوي زد له اياهم شوي لك شكله بعده نشيط زلمه 102 وبعده الحمد لله بيسابق الله يعطينا العمر لكلنا وكل عم بيشوفونا. شارك عدد من الكلاب بمسابقه ركوب امواج مخصصه لالون اقيمت بهانتينغتون بيتش بولايه كاليفورنيا الامريكيه، وقد اتى بعض الكلاب واصحابها من بلدان ومناطق اخرى مثل البرازيل واستراليا وفلوريدا للمشاركه بالنسخه الثامنه من هالحدث السنوي ليذهب ريعه الى جمعيات تهتم بالحيوانات. وكان أمام الكلاب وأصحابها 12 دقيقة لركوب الأمواج واحتساب أفضل 5 نتائج منها، وكانت لجنة التحكيم تقيم المشاركين على مستوى الثقة ومدة الصمود على اللوح والقدرة الإجمالية على ركوب الأمواج، وفاز بمسابقة الكلاب المنفردة اللابرادور بونو اللي بيملكه البرازيلي إيفان موريرا. مبروك برونو. مبروك. أيضا بأخبارنا من حول العالم، قام مراهق روسي متهور بالوقوف أعلى برج بموسكو على ارتفاع 1150 قدم لالتقاط صور فوقه وفقا مثل ما أجا بديلي ميل البريطاني. وظهر هذا الشاب وهو واقف بين الغيوم على أعلى البرج ماسك بإيده عصا سيلفي لالتقاط الصور، وأطلق مستخدمي مواقع التواصل على الشاب بأنه مجنون بسبب وقوفه على هالارتفاع من أجل السيلفي. يعني امبارح حكينا عن سيلفي. فتاة متهورة عم تلتقط السيلفي من أعلى المرتفعات، واليوم يعني جنون السيلفي بهالفترة. جنون العالم اليوم. هلأ بمثل هالنهار 28 أيلول 2016، 28 أيلول 1542، المستكشف البرتغالي جواو رودريغيز كابريلو يصل إلى ما يسمى اليوم سان دييغو بكاليفورنيا. وب 28 أيلول 1970، محمد أنور السادات بيتسلم رئاسة مصر بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، وذلك كونه بيتولى منصب نائب الرئيس بوقتها. بالعام 2000 بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد دخول وزير الدفاع الإسرائيلي أريال شارون لحرم المسجد الأقصى. أما ب 28 أيلول سنة 2010 فالحكم بالسجن 15 سنة على رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى لتورطه بالتحريض على مقتل المغنية اللبنانية سوزان تامين بدبي سنة 2008 بعد ما حكم عليه بالإعدام. بالمناسبات والأعياد اليوم شرب البيرة. بير. تشيرز. تشيرز. طيب البيرة. هلو. مكسيكان بير مع ملح وحامض. وأيضا يوم طرح سؤال سخيف. ما أكثرهم هالأسئلة السخيفة. كل يوم في منهم عادة. بالأزهار شو اسمه؟ جوسبري. جوسبري اللي بترمز للندم. واو حلو لأنه مش لونه ندماني هيك. أبدا. لا حلو كتير. أنا لبسي نفس اللون. هلأ رح نقول هابي بيرثدي ونسمع سوا غنية هابي بيرثدي ونقول لمين اليوم هابي بيرثدي. هابي بيرث بلش غنية اليوم ما زال زبطة معك من الصبح عم بتغني. بدنا نقول هابي بيرثدي لسيدة الإعلام ماجي فرح، اليوم ذكرى مولدها، عقبال للمية بالصحة والخير والسعادة. ماجي اللي عملت مدرسة خاصة فيها ومدرسة للإعلام ككل من بعد ما كانت هي غيرت بمفهوم الإعلام وعالم الفلك كمان وعالم الفلك أكيد ما فينا ننكره. بدنا نقول كل التحيات لإلك ماجي وإن شاء الله دايما البسمة على وجهك مثل ما عودتينا والتفاؤل يلي بتطرحيه على حواليك دايما وبتعطيهم السلام عقبال المية. كمان بدنا نقول هابي بيرثدي لجريس صهيون، هابي بيرثدي صديقة غالية جريس صهيون من الأهل ومن الأصدقاء من لبنان ومن أمريكا أيضا. وأيضا هابي بيرثدي للزميل أنطوان مراد مدير الأخبار بإذاعة لبنان الحر، بنقول لك هابي بيرثدي وعقبال المية أستاذ أنطوان. وأيضا الزميل ماريو حصة الإعلاميين بو ماضي اليوم إعلاميين كتار اليوم كبير. زميلنا بالفترة أيضا مهندس الصوت الزميل ماريو بو ماضي هابي بيرثدي. خلينا نرجع سمعنا اياها جاي تشتغل اليوم ماريو معنا الصبح. سمعنا بعد شو هابي بيرثدي ولا ولألك بس لكرمالك غني له اياها انت عبده. خلص تشرد خلص راح صوتي خلينا نروح لها. سمعنا بيرثدي هيدي لألك ماريو هيدي لماريو خصيصا. هابي بيرثدي تو خلص عبد. ونوصل مثل العادة بنهاية حلقتنا لفقرة التذكار ومنتابع سوا. كمان بدنا نقول هابي بيرثدي لمدير الأمن بالأوتي في نبيل.
نبيل. نبيل شو؟ نسيت عائلته. وانا كمان حدا يذكرها. نحن بنسميه تايجر. ايه نحن بنسميه تايجر. كمان هابي بيرثدي لنبيل. نبيل اسمر. نبيل اسمر بنحبك كثير نبيل، ويعطيك الف عافيه انت وكل الشباب وعقبال المية، والله خلي لك عائلتك وتبقى دائما بصحتك. هابي بيرثدي نبيل اسمر. اليوم تذكار القديس فينيسلاوس والتفاصيل بهالتقرير. الله معكم. اليوم 28 أيلول الكنيسة بتتذكر القديس فينيسلاوس الشهيد يلي هو من مدينة تشيكوسلوفاكيا، ربته عمته أحسن تربية وبنفس الوقت عاش حياة مسيحية مليانة من الإيمان ومليانة من أعمال الرحمة وأعمال الخير. هون أكيد برز القديس بقلب مجتمعه، وإنما واجهته كتير من الصعوبات والاضطهادات، وخاصة من أقرب الناس لإله ويلي هو خيه. قتل عن يد خيه سنة 907 وصار شهيد، وصار قبره فعلا هو محج للمؤمنين بمدينة براغ. نحن اليوم بنطلب صلاته وشفاعته تكون معنا دايما، لحتى بقلب الحروب والمخاوف والاضطهادات يلي عم بتواجهنا وخاصة بشرقنا، نطلب من الرب دايما يقوينا ويضل إيماننا هو السلاح يلي منواجه فيه كل خوف وكل قلق. أمين. قبل ما نختم خلينا نقول انه مؤشر المعيشة بلغ 99.91 نقطة، مسجلا ارتفاع بنسبة 0.24%، وايضا هناك زحمة سير امام مركز المعاينة الميكانيكية بمنطقة مجدلية حسب ما وفدنا قبل شوي. اصلا رح نضلنا متابعين هيدا الاعتصام، وزميلتنا ريما حمدان متوجه، وخاصة مثل ما سبق وذكرت الساعة 10 رح يكون في الكلمات الرسمية من بعد بداية الاعتصام من الساعة 7 الصبح. تسجيل السيارات بدك وين رح تكون الكلمات؟ رح ننقل مباشرة. هلا ما رح نتأخر كثير، رح نروح لزميل إلي حوشان ويوم جديد.